اهلا بحضراتكم مره تانية برحب بحضراتكم وكمان بنرحب بضيفنا النهارده في المحترف ناقد رياضي متميز في الكوره العالميه ودايما بيكون اضافه في اي مكان يكون موجود فيه فادي اشرف النهارده موجود معانا عشان نتكلم معاه زي ما بقول لحضراتكم في كذا ملف هنتكلم على طبعا كاس العرب هنتكلم على البلندور والجائزه المثيره للجدل اللي حصل عليها ميسي كمان هنتكلم على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني فادي منورنا ومشرفنا ربنا يخليك نورك يا كابتن هاني دايما انا مع حضرتك سعداء بيك دايما يا فادي وبتشرفنا وتنورنا عندنا كذا ملف النهارده نتناقش فيه خلينا نبدا الاول بمنتخب مصر وطبعا حصوله على اول ثلاث نقاط في كاس العرب اللي بيقام طبعا تحت لاول مره تحت رعايه الفيفا شايف عامه البطوله كبطوله ازاي من وجهه نظرك وشايف اداء منتخب مصر في اول مباراه ليه في هذه البطوله. لا البطوله على مستوى التنظيم طبعا, بروفا الكاس طبعًا هي بروفا لكاس العالم الملاعب طبعا هائله التنظيم من الناس هناك بيقولوا لنا التنظيم هايل وهي بدايه كويسه طبعا وبيبشر ان هيبقى كاس عالم السنه الجايه زي دلوقتي كده هيبقى كاس عالم هايل. مستوى منتخب مصر لا مش افضل حاجه. يعني احنا اتفرجنا على الناس اللي هي في نفس مستوانا يعني نتكلم على تونس نتكلم على الجزائر نتكلم على المغرب لا فرق المستوى واضح حتى مع اختلاف المنافسين. احنا بالنسبه لنا يعني شايف ان المشكله مش عارف راي حضرتك ايه ان المشكله في الحته الهجوميه شويه في غلط في التركيبه الهجوميه الى حد ما. انا بتفق معاك احنا بس خلينا نتكلم ايه 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 اهداف هذه البطوله؟ يعني جميل. وده اللي اتكلم آه. عليه يمكن كروش وقال الاهداف ديت دي طبعا دوره تحضيريه بنحاول نحضر فيها الناس اكيد طبعا ده بناخده ونقتنع بيه تماما ما عندناش اي مشكله لكن زي ما انت بتتكلم بنتكلم على الشكل احنا شفنا المغرب شفنا الجزائر شفنا, شفنا تونس وكل الفرق ديت من غير محترفينها بشكل كبير مش احنا بالظبط احنا ما بنغيبش عننا في التشكيل الاساسي ممكن نقول محمد النني ومحمد صلاح ده الكيانات عننا لكن احنا الشكل قدام لبنان اه احنا ثابتين جدا دفاعيا مفيش تهديد قوي علينا ولكن الحته اللي قدام اه واضح ان فيها مشكله ممكن يكون مروان حمدي مش الاختيار السليم او مش التوظيف السليم بوجود محمد شريف على على الوينج شويه ممكن محمد شريف يدخل جوه يدخل وينج اكتر زي زيزو او زي عمر كمال او احمد رفعت في الحته مكان مروان حمدي ممكن يبقى فيه شويه تظبيط هي التظبيطه موجوده يعني اعتقد اللوجيك موجود ان محمد شريف افضل راس حربه في مصر حاليا وبالتالي هو, هو ده مركزه الاساسي مروان حمدي لو عايز تديله فرصه ممكن يكون قاعد على دكه البدلاء ممكن يكون ليه دور بالظبط يكون ليه دور في المباراه الاطراف عندنا اطراف متواجده بشكل كويس يعني ما عندناش مشكله بعيدا عن كده اه ما فيش مشكله كبيره يعني سواء احمد فتوح سواء اكرم توفيق سواء الاثنين سنتر باكس نص الملعب ما فيش أي مشكلة كبيرة ممكن هي الحتة الأربعة اللي, اللي قدام دي بس اللي كمان بيزيد الجدل شوية كمان فادي تصريحات كيروش بعد المباراة يمكن بنتفرج على المباراة وهو بيطلع بعد المباراة بيقول تصريحات في وجهة نظر كثير من النقاد أنها لا تدل بشكل مباشر عن الشكل اللي بنشوفه أثناء المباراة هو بيتكلم على كورة جميلة بيتكلم على ضغط عالي بيتكلم على فوز كبير ويعني كل ده ما بنشوفوش في المباراه هل دي سياسه كروش انه بيدي الثقه للاعيبه موجوده وبيحاول يرفع المعنويات ايا كان حتى لو كان في جدل على مستوى النقاط اكيد احنا ما مع مدرب صغير كارلوس كروش مدرب له تاريخه وبنتكلم على اشتغل مع سير اليكس فيرجسون في ريال مدريد فهو راجل اكيد شايف ان المستوى اللي بيقدمه منتخب ما هوش افضل حاجه انا شايف ان ده نوع من <applause> تصدير الثقه للاعيبته ونوع من حمايه اللعيبه من اي انتقاد لو طلع الراجل قال عكس كده كده زي ما بنقول كده بيسلم اللعيبه للناس يعني فانا شايف ان هو نوع من حمايه اللعيبه وتصدير الثقه ليهم خصوصا ان برده في البطولات المجمعه اكيد يعني عارف اكتر مني المستوى بيجي مع الماتشات فممكن ماتش لبنان يبقى الشكل افضل قدام السودان نوصل لشكل افضل وافضل قدام الجزائر ان شاء الله ومع استمرار البطوله يبان شكل منتخب مصر والوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله